وينورنا ونشكره على وجوده معنا بعد غياب الفنان جورج خباز. هو مؤلف ومخرج وممثل ومؤلف أغاني وملحن لبناني وعمل لسنوات على خشبة المسرح، نجح خلالها في استقطاب جمهور عريض من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. تألق عبر مسرحه الخاص الذي طبع هويته الفنية من خلال مجموعة كبيرة من الأعمال، وأعاد تقديم مسرحيات لزياد الرحباني. حصد جورج خباز شهرة واسعة في التلفزيون عبر سلسلة من الأعمال الناجحة، وشارك في عدد من الأفلام فاز بعضها بجوائز عالمية. كان آخر أفلامه أصحاب الأعز الذي أثار ضجة كبيرة عند عرضه على منصة نتفليكس. معنا في الاستوديو الفنان الجميل جورج خباز، نشكره على هذه المقابلة معنا في صباح العربية. أهلا بك يا جورج، والحمد لله على السلامة معنا على الهواء وعلى كذلك الدراما. نعم، الله يخليك. أول شيء صباح النور، وأنا كتير سعيد أنه موجود معك بالبرنامج. أحلى أسعد، وفخور بأنه أنا موجود بدبي لحتى نفتتح مسلسل براندو الشارع. طب بس بدي أنبه أنه نادين معنا من العلا وبدها تطلع معنا كذلك تحاورك يا جورج، خصيصا عشانك من العلا. نرجع لك نادين، بس أول سؤال جورج، يعني نتحدث أولا عن براندو الشرق، مسلسل مبني على الكوميديا السوداء من تأليف وحوار وتمثيل بطولة مش بس تمثيل. حدثنا أكثر عن المسلسل ولماذا اعتبرت فكرته فريدة. المسلسل من 10 حلقات مثل ما ذكرتي حضرتك، هو من كتابة إخراج أمين درة، ومعنا ممثلين رائعين على رأسهم ست أمل عرفة النجمة الرائعة. هو المسلسل حقيقة رحلة بحث عن الطموح، عن الحلم، بحث عن براندو الشرق لتحقيق حلم هذا المخرج المغمور ليحقق أولى أعماله إذا بدك، ولكن بنفس نكتشف مع الوقت أنه هي رحلة بحث عن الذات. بهالرحلة بيصير في كتير، ما بدنا نقتل عناصر المفاجأة، بس بيصير في كتير أحداث وبيصير في كتير مشاعر تجاه فيلمه حتى بحد ذاته، مش بس تجاه الآخرين. فمسلسل في كل أنواع الدراما بيونت وحدة، يعني في الدراما، في الكوميديا، في الميوزيكال، في الفانتازيا، في الرومانس، يعني كل أنواع اللي بنشوفها بالدراما موجودة بيونت وحدة، بيتنقل بطريقة سلسة من خلال شخصية يوسف هو المخرج الباحث عن براندو الشرق لحتى نكتشف عوالم هذه الشخصية وكواليس الأعمال الفنية، خاصة أنه بتدور أحداثه بآخر 80s أول 90s. ففي كمان بنحس الشكل في إبوك حلوة كتير، وهون تحية كتير كبيرة للمخرج أمين درة يلي نقل هالمسلسل أو ترجمه برؤية إخراجية رائعة. طيب إلى العلا نادين، عندك سؤال لجورج؟ جورج يسعد صباحك أول شيء، وأهلا فيك في صباح العربية. أهلا فيك. جورج يجمع بين الطموح وعدم الاستسلام ومحبته لوالده، بنفس الوقت انزعاجه منه في المسلسل. يعني هذه الشخصية المركبة يا جورج، هل تمثل جورج وتلامس جورج بعيدا عن التمثيل؟ لا أبدا، أنا الحمد لله كنت محظوظ أنه أنا ربيت ببيت ديمقراطي وأهلي تركوني أعمل بدي إياه، ولكن شغلة الفنان أنه يقتبس جدليات وصراعات بالمجتمع ويحولها لمشهدية. ما أنا بشوف كتير من تلاميذي كوني بعلم بالجامعة وبعلم الفنون، بشوف كتير من تلاميذي حاربوا ببيتهم، حاربوا أهلهم، حاربوا مجتمعهم وبيئتهم لحتى يفوتوا بهذا المجال، وأهلهم كانوا يحطوا لهم مثل ما بيقولوا عصي بالدوليب خوفا عليهم، لأنه مجال الفن ممكن يكون صعب وأنه ما يطعم خبز وكل هذه المقولات. فكانوا هودي الشباب والصبايا شغوفين لدرجة أنه تحدوا بيئتهم وأراء أهلهم التقليدية وفاتوا بغمار مجال الفن. فأنا إذا بدك نقلت أصواتهم بشكل أو بآخر، بس أنا على صعيد شخصي لا، كنت محظوظ جدا أنه تركوا لي هامش حرية كبيرة أني أختار أعمل بدي إياه بحياتي. طيب جورج، لو نتحدث عن خروجك من الإطار اللبناني المحلي إلى الإطار العربي لو صح التعبير، مع يعني نجاحك في الحفاظ على شخصيتك وهويتك التمثيلية المتفردة والمتميزة، وإلى أي مدى تجربة أصحاب الأعز كانت مؤثرة فعلا؟ كانت مؤثرة جدا، لأنه تعرف الفيلم عمل ضجة كتير كبيرة وفات على العالم، مش بس على العالم العربي، على العالم كله من الباب العريض مثل ما بيقولوا. وأنا كان عندي كنت محظوظ أنه عم بلعب شخصية حلوة
بالفيلم، وصار فيها في كثير إشادات نحو هذه الشخصية، ففتحت لي كثير أبواب وإجاني كثير عروضات من بعد فيلم أصحاب ولا أعز، وبطلت إذا بدك بطل شغلي محصور بالمحلية أو بالمنطقة بلبنان ومحيطه. فمن بعد هالعمل هون بدي أشكر شركة الصباح يلي جمعتني بشاهد لحتى لي نعمل مسلسل براندو الشرق يلي هو كان حلم بالنسبة لإلي، عم فكر فيه من حوالي 4-5 سنين، وأنا عم خطط لهذا المسلسل كيف بدي أكتبه، كيف بدي أعمله، كيف بدي أوصله، كيف بده يكون في إنتاج لائق فيه. فإجت شركة الصباح طبعا مع بلاتفورم شاهد الشهيرة واللي عن جد عم تغني المكتبة الدرامية في العالم العربي، تبنت هذا المشروع والحمد لله وصلنا للي وصلنا له. هلا باول حلقتين المسلسل عامل ضجه كثير كبير. نادين فعلا يعني اصداء ايجابيه كثير كبيره. جورج احنا كثير بنشوف سيناريوهات بتبتعد شوي عن الاسلوب اليومي بالحديث، يعني بنشوف فيها تكلف كبير من خلال الاداء والنص، لكن جورج خباز نجح انه يفرض شخصيته وشخصياته التمثيليه ايضا. ليه بإمكان جورج أن يفعل ذلك فيما قد يفشل به الآخرون برأيك؟ لا هي قصة تقلك شغلة، أنا كتير عشت بالشارع، يعني أنا من طبقة متوسطة وما دون، وفي أكثر الأحيان ما دون، فأنا عشت بعرف وجع الناس وبعرف همومهم وجدلياتهم وهوجسهم، وبنفس الوقت عندي باك جراوند ثقافي لا بأس فيه من خلال دراستي يعني، ومن خلال خبرتي بهذا المجال، خاصة خبرتي على المسرح. فأنا بلاقي إنه الفن المشهدي دوره إنه يكون مرايه للمجتمع، وبعتقد أنا كوني فرد موجود بهالمجتمع وبعرف تفاصيل الشارع، شارع لبنان وشارع العالم العربي، قدرت أنقله على المسرح أو على التلفزيون أو على السينما من خلال كتابات وشخصيات معينة. بس في شغلة كتير مهمة، أنه أنت الفن المشهدي هو جدلية، يعني واحد عم بيقول إيه واحد عم بيقول لا، إذا اثنين عم بيقولوا إيه صفة محاضرة وهون منفشل، إذا اثنين عم بيقولوا لا صفة مظاهرة. أما لما بيكون واحد عم بيقول إيه واحد عم بيقول لا، نحن صفينا بلعبة الفن المشهدي، وهذا اللي بيخلي الناس تنتمي، لأنه أنت عم تقطفي من جدلياته وعم تحوليها لمشهدية. طيب جورج، أنت قلت في يوم ما أنه حلمك كان تصوير مسلسل قصير، واليوم براندو الشرق 10 حلقات فقط، لماذا أولا؟ وثانيا سير اختيارك للجميلة الممثلة أمل عرفة، خصوصي أنه الكل شاهد تناغم كبير بينكم من أول لحظات تصوير الفيلم؟ رح بلش بشق الثاني من السؤال. أمل عرفة كان في تمني كبير إني أشتغل أنا وياها، لأنه أنا معجب فيها من زمان. أمل عرفة تاريخ حقيقة، ورجعت اكتشفت بعدين تعرفت عليها وكانت تيجي تحضر أعمالي المسرحية وتبادلني نفس التمني، وكنت ناطر الفرصة إنه نشتغل سوا. توقعت التناغم بينكم؟ حقيقة نحن تقريبا من نفس المدرسة يلي هي يعني أمل عرفة بتلعب كوميديا بشكل كتير رائع وبتلعب دراما بنفس الوقت بشكل كتير رائع، فماذا لو جمعتيهم الدراما والكوميديا مع بعضهم؟ فبعتقد إنه ما حدا غير قد أمل عرفة قادر يكون بهيدا، ففي تناغم كتير بيناتنا، لأنه عنا إذا بدك نفس الهم الفني والإنساني. فكنت جدا سعيد إنه كانت معنا ببراندو الشرق وعملنا ثنائي رائع، ما بدنا كتير نحرق عناصر المفاجأة، نترك هذا الشيء الحكم للجمهور. أما بالنسبة للعشر حلقات، أنا كتير كنت أقول إنه بحضر مسلسلات من 30 حلقة أو من 60 حلقة، بقول حرام هذا المسلسل مشاعره وأحداثه بتحمل 10 حلقات أو 15 حلقة، مضطرين لأسباب الماركتينج انه يمغطوه، فبتحسي في رغي وفي ضياع وقت، وفي بعض الاحيان ما عم عمم بس بعض الاحيان في استخفاف بعقل المشاهد بس لتعبئه الهوى والوقت. فانا برايي لا، انه اذا بنعمل 10 حلقات مضبوطين بايقاع مشدود بمشاعر بس لازمه للعمل وللاحداث لسير الاحداث، انا برايي بننجح اكثر ومنطور صناعه الدراما اكثر واكثر. نادين بدها تسالك سؤال اخير. نادين، سؤال أخير لسهام. جورج، إذا بدنا نحكي عن براندو الشرق والأعمال الأخيرة لإلك، عم نحكي عن بساطة فكرة، خروجها عن المألوف، ولكن في ذات الوقت رقيها بنفس الوقت، هل تعتقد جورج أنه اليوم سهل الممتنع هو أقرب للمشاهد من أي إنتاجات أخرى؟ هو الحقيقة، يعني كل ما تكوني عم تعكس الحقيقة كل ما المشاهد انتمى
لإلك أكثر، كل ما كنت بتشبهي هموم الناس مثل ما قلنا وصراعاتها وجدلياتها وبتشبهي يومياتها، كل ما الناس انتموا لإلك أكثر. هو مش قصة سهل ممتنة، هو بكل بساطة أنك تكوني حقيقية وتنقلي هوية الناس حتى باللغة، اللغة المحكية، سكب الجملة، طريقة سكب الجملة، تما يحسوا الناس بغربة بينهم وبين هالعمل. شكرا جزيلا، نورتنا، نشكر وجودك معنا حصريا في صباح العربية جورج خباز، شكرا جزيلا. شكرا لكم.